بما ان حضرتك كنت مؤخرا مع نجم الجيل تامر حسني ودلوقتي انتقلت الاستاذ احمد جمال، تكلمنا شويه عن هذا الانتقال المفاجئ. تمام، هو زي ما حضرتك بتقولي مفاجئ، بس هو لو انتقال هيبقى انتقال على مستوى المستوى العملي، يعني على مستوى الشغل بس، لكن طبعا على المستوى الانساني والشخصي هو تامر يعني نجم الجيل ده على المستوى طبعا طبعا. ده ما هو دي من الاسباب اللي خلتني الحقيقه ابقى مش قلقان على تامر، وخلتني زي ما قلت لك هو مش زي ما يعني هو نوع من التغيير، بس في اطار شغلي انا عايز اعمل ايه في الوقت ده او مش عايز اعمل ايه. تامر في المكانه بالظبط بالظبط وصل طبعا ما شاء الله نجم كبير وجمهور عريض وقصه طبعا طبعا قصه يعني قصه كفاح كبيره، وتامر فنان جميل، مش انا اللي هقول عليه، تامر فنان كبير وجميل واخويا على المستوى الشخصي زي ما قلت لحضرتك عزائي ان هو تامر في مكانه تسمح له ان يعني الحمد لله عنده اداره كبيره وعنده فريق على اعلى مستوى يقدروا يخلوه دايما ان شاء الله في المكانه، يحتفظ بالمكانه دي ويبقى احسن ان شاء الله كل وقت ما. انا بس زي ما قلت لك بالنسبه لظروفي انا يمكن يناسبني على المستوى الاحترافي والمهني ان انا دلوقتي ممكن ادي اكتر في مرحله الستار ميكنج، ان حد لسه بيبتدي، حد محتاج ان انا بالظبط، واحمد لسه طريقه يعني في بدايه الطريق، فممكن ابقى انا الاضافه اللي انا هضيفها مع حد شخصيه فنيه زي احمد في المرحله اللي هو فيها دي، ممكن انا اقدر اضيف فيها شويه حاجات تساعد ان احمد ان شاء الله يكمل ويتطور ويبقى في مكانه مناسبه ان شاء الله. ربنا يخليك، ده من ذوقك، ربنا يخليك، ده من ذوقك، ربنا يخليك، متشكر متشكر جدا. بس فزي ما بقول لحضرتك هو انتقال هو على المستوى المهني والاحترافي شويه ينفع يحصل ان في اطار الاخلاق والالتزام والصحوبيه، على المستوى الاحتراف ممكن الواحد يبقى بيشتغل في شركه معينه او في مجال معين ويروح يعمل محاوله تانية في شركه تانية في نفس كاريره يعني في نفس مجاله. ده اللي انا الحقيقه حاولت اعمله، متصور ان انا هقدر ادي في مرحله الستار ميكنج دي ان هو حد لسه بيبتدي في اول طريقه، هتبقى اضافتي هنا باينه وهتبقى واضحه بالظبط. هو كان عندنا مرحله زي دي كبيره الحمد لله تامر قطعها وبقى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وبفنه طبعا وبالظبط. لما بالظبط لما بيبقى الشغل بيتعمل في اطار كويس، واي شغل بيبقى معمول فيه يعني ينفع حضرتك تعملي شغلك، بس لما يبقى الشغل فيه شويه حب كمان الواحد بيحب شغله وبيحب الناس القائمين على شغله، فالشغل بيطلع. ده اللي حاصل الحقيقه في يعني في لما في وقت اللي انا كنت شغال فيه مع تامر، عشان انا يعني حبيت فنه ولسه بحب فنه طبعا، حبيت فنه وكنت بشتغل معاه من نطاق ان انا بعمل حاجه بحبها، فربنا بيسهل لما الواحد بيعمل كل اللي عليه. وده اللي نفسي ان شاء الله طبعا اخواته هنفضل اخوات، وده اللي نفسي اعمله ان شاء الله في كاريري، عايز ابتدي اعمل كده تاني مع احمد بالظبط يا رب ان شاء الله. وهو احمد مسؤوليه كبيره لان زي ما قلت لك انا مقتنع جدا مختلف وفنان جميل ما شاء الله. وعلى فكره هو الفن كده، الفن اختلاف يعني، ينفع يبقوا ناس كتير كويسين يعني، ينفع يبقى ناس كتير بالظبط كده. من هنا انا شفت حاجه عند احمد وشفت ايه وجه الاختلاف فيه من وجهه نظري ومن خلال خبرتي في شغلي. نفسي ان ربنا يخليك، نفسي ان نلقي الضوء على المنطقه دي اللي انا شايف ان هو لو حصل ان شاء الله هيبقى في مكانه عاليه جدا احمد بفنه وبشخصيته وبغناه ان شاء الله. طب النهارده عيد ميلاد احمد جمال، تحب تقول له ايه وتتمنى له ايه؟ اهم حاجه بما ان ده اول عيد ميلاد ما بينكم وانت كان وشك حلو عليه يوم 2/4 في 3/3، تحب تتمنى له ايه النهارده في عيد ميلاده؟ الحمد لله انا عايز اقول له يعني كل سنه وانت طيب، وان شاء الله عقبال سنين كتير بصحه وبسعاده، وعايز اقول له ان شاء الله خد بالك من نفسك، وانت عندك تحدي كبير جدا. ايه نوع التحدي؟ نوع التحدي ان ناس كتير منهم انا وشركتك وجمهورك وناس كتير حواليك، الناس اللي بتحبك، شايفين ان انت المفروض تبقى في مكانة كبيرة، والمكانة دي المفروض توصل لها بيهم وعشانهم، لازم تتعب عشانهم وربنا يكرم وتروح المكان اللي هم شايفينك فيه، ساعتها هم هيبقوا مبسوطين، ساعتها هيحسوا ان انت عبرت عنهم فعلا. وانا متأكد ان هو قادر يعبر عن جيله احمد بفنه وبثقافته وبشخصيته بالظبط بالظبط. اغاني دي
بالظبط بالظبط. فكلنا متوقعين منه كتير ومستنيين منه كتير وبنقول له ان شاء الله السنه الجايه في عيد ميلادك باذن الله كلنا بفضل ربنا يكون حقق حاجات كتير من النفس فيها، ونقعد نشتغل على طول ونقعد نبقى قد المسؤوليه اللي جمهوره حاططها فيه ان شاء الله، ان نفضل واخدين بالنا منه ويفضل. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ده من ذوقك، اشكرك، متشكر جدا، ربنا يخليك، الشرف لينا والله، ربنا يخليك، اشكرك، ربنا يخليك يا رب، يا رب دايما يا رب، وانتم معانا كده دايما على طول، متشكر، الشرف لينا، ميرسي يا فندم، الف شكر.